برجع وبحييكم أصدقائي المستمعين يلي عم بتبعونا بلبنان ويلي أيضا عم بتبعونا بمختلف أنحاء العالم، يلي عم تسمعونا من خلال موجتنا ويلي عم بتشاهدونا من خلال فيسبوك. قلت أنا قبل شوي وذكرت أكثر من مرة أنه رح نحكي عن هيدا الحفل المميز يلي رح بيصير على مدرج بعلبك يوم الأحد 5 تموز، يلي رح بيكون منقول عبر شاشات التلفزيون. خلينا نعرف أكثر عن هيدا الحفل بظل هيدا الظروف القاسية اللي احنا عم نمرق فيها، كيف رح بيكون وشو رح بيصير داخل مدرجات بعلبك. بيسعدنا أن أقول صباح الخير ورحب برئيسة مهرجانات بعلبك السيدة نيلة دفرج. سيدة نيلة صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا فيك. كيف الصحة؟ طمنينا عنك. نشكر الله، نشكر الله. أكيد مش هين الواحد يحضر، نحن عم نحضر هالحفلة الضخمة. وأكيد في صعوبات، صعوبات من كل الجهات، بس نحن بنعرف إنه هالعمل خلص، صار كل التمارين تقريبا خلصوا وطلعين الفرقة طالعة بكرة للريهرسل، يعني للآخر تمرين. الأشخاص التقنيين طالعين الليلة على بعلبك تنحضر كل الإضاءة، حطينا الأرضية بمعبد باخوس لأنه الحفلة رح تصير بقلب المعبد. محل ما عادة بيقعد الجمهور، يعني عادة نحن عنا 700 كرسي بهالموقع، هالمرة رح يكون عنا 70 عازف مع الابتعاد اللازم لصحتهم. إنه ضروري يكون في متر ومتر وربع بيناتهم. الكورال، لكن الأوركسترا بالنص هي الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية بكاملة، يعني 70 في 70 شخص رح يكونوا موجودين. الجو مثل الأنطونية، جامعة الأنطونية، جوكة الانديو رح يكونوا كمان موجودين. في تقريبا 50-60 شخص من الجوكة رح يكونوا على الدرج بقلب المعبد، جوكة الصوت العتيق أيضا مع الاحتياطات الصحية. نعم. وللعمل اللبناني في مشاركة الجوقة صوت العتيق. نحن يعني في 150 فنان رح يكونوا عم بيشاركوا بهالعمل. في عنا الفنان رفيع علي أحمد رح يكون موجود معنا فترة غنية موسيقى جابرييل يارد. ورح ينبث على كل تلفزيونات، كل شاشة لبنان اللبنانية، يعني إذا بتسميهم اللي رح يصور هن، اللي رح يصوروا هن هي الـ LBC. نعم. LBCI. ورح يتبثوا على كل الشاشات الباقية، MTV، OTV، تلفزيون الجديد، NBN، تلفزيون. كل التلفزيونات المحلية، ورح بيكون في أيضا تلفزيونات عربية وعالمية. رح نكون على اللايف ستريمينج تبع شاهد VIP. رح نكون موجودين على صفحة الفيسبوك للمهرجانات، رح نكون موجودين على صفحة اليوتيوب للمهرجانات. وبنعرف من اليوتيوب الواحد يقدر يشوفها من خلال الشاشة، هودي للناس اللي بالخارج مش قادرين يشوفوا العمل من تلفزيون لبناني. العمل هو الإدارة الفنية للمايسترو هارود فازيان. هو أيضا رح يكون قائد الأوركسترا. في عنا السينوغرافية ممضية من جان لوي مانجي اللي كتير عم بيشتغل على الصور وعلى الجرافيزم، تا العمل يكون موسيقي صوتي وبصري، لحتى المشاهد يلي عم بيشاهد من بعيد كمان يقدر يستمتع، لأن المشاهد من بعيد غير المشاهد من داخل المدرجات. لا، ما في حدا، ما في مشاهد أبدا. يعني الأسباب الصحية اللي بنعرفها، ما مش قادرين نحط أي مشاهد بقلب المعبد. كل المشاهدين رح يكونوا ببيوتهم ورا شاشاتهم، ونحن الهاشتاج تبعنا علي الموسيقى، الناس يعلوا هالموسيقى تنقدر نوصل صوت الموسيقى من خلال هالعمل اللي سميناه صوت الصمود.
the sound of resilience. نعم. لكن المشاهد من داخل بيته رح يعلي الموسيقى ويستمتع باللي رح بيشوفه على شاشة التلفزيون بمدرجات بعلبك. يعني فعلا كانت لفتة كتير حلوة منكم مدام نيلة انكم السنة ترفضوا تسكتوا. نعم حد حدد شغلة كتير، ما تفتكري انه عمل كتير صعب واستثناء. صحيح صحيح، صعبة وظروف وضع البلد صعب، صعبة اقتصادية سياسية اجتماعية صحية كلها صعبة كلها سوا. نعم. وقت فكرنا انه نعمل عمل واحد بالقليلة تيكون يعني صرخة، تيكون مثل صرخة للثقافة، انه بعد الثقافة موجودة هالثقافة اللي هي نبط بلدنا، الابداع نبط بلدنا. الفنانين كلهم تعاونوا معنا بطريقة امتيازية، يعني طبعاً بدي أقول إنه شو صار، إنه نحن ما عنا الكلفة. عادة حفلة من هالنوع بتكلف أكثر من 100-150 ألف دولار. نحن كل الأشخاص اللي تعاونوا معنا مجاني، يعني ما في مقابل مالي بوزو. إن كانوا الفنانين، إن كانوا التقنيين، يعني عم بحكي اللي حط عم بيركبوا الصوت والإضاءة. نعم. كل التلفزيونات تعاونوا معنا تيعملوا هالبث المباشر. في عنا مثلا الأوتيل فينيسيا اللي عطانا الصالة بمجانا نقدر نعمل كل التمارين، صرنا جمعة موجودين عندهم. وهون كمان بحب أشكر المخرج باسم كريستو، اللي هو كمان ايضا رح يكون عم بيعمل هالاخراج ببلاش. فؤاد حداد اللي مسؤول عن عن الاضاءه، روجي باخوس، فيدا زلوب، يعني الليستة طويله كثير. الكونسلتنت اللي ساعدونا تنحط الميجرمنت تبع الصحه دبليو ار الايو، الاشخاص اللي رح يعطونا البسيط شركة مبارك وغيرهم. أنا مش رح أقدر تمي الكل. نحن عينين صفحة، يعني عينين بوست على الفيسبوك تنشكر يمكن أكثر من 50-60 شركة أو أشخاص اللي ساعدونا بهالعمل. يعني في كان تضامن لبناني يعني لحتى من قبل كل الأطراف لحتى ينجح هيدا الحفل. وهون لازم نحدد أنه هالعمل تحت رعاية فخامة الرئيس، رئيس الجمهورية. نعم. في تعاون من وزارة الثقافة، لأنه تنقدر ناخد الأوركسترا ببلاش كان من قبل الوزارة، من قبل الكونسيرفاتوار، من قبل وزارة السياحة، من قبل وزارة الصحة. في تضامن من القطاع العام والقطاع الخاص، ويمكن هيدا مثل من الأمثال اللي شيء عم نقول إنه منقدر نكون نجمع الناس بعمل بالقليل بالثقافة. نعم، يا ريت دائما، يا ريت هيك بكل شيء من الضامن لبنانيا. يا ريت يا ريت يا ريت تكون هيدا عبرة لنا كمان حتى نتعلم إنه قديش التضامن قدرنا نعمله بساعد. يعني ما بقول إنه نحنا ما بنتعاطى سياسة، بس قدرنا نجمع القطاع الخاص والقطاع العام. نعم نعم. لكن نحن رح منكون بانتظار هيدا الحفل مساء الأحد إذا الله بيريد. الأحد الساعة 9 على كل الشاشات. نعم. إن شاء الله يكون كتار كل اللبنانيين اللي ببيوتها أو ورا الشاشات تقدر تشوف العمل. نعم. نحن ناطرين الملاحظات، نحن عم نجرب نعطي فكرة أمل للبلد بالرغم من كل الصعوبات. نعم. اللي عم نمرق فيها. نعم. هي بمجرد نحن مدام نيلة ما سمعنا أنه هيك رح بيصير ببعلبك، يعني عطيتونا هيدي بدرة الأمل، يعني فرحنا أنه على الأقل رح بيصير في شيء هيك يفرح اللبنانيين. يعني فعلا بدرة كتير حلوة منكم، إن شاء الله يا رب تكون ناجحة. شكرا. رح منكون بانتظار لدعم الإعلام، لأنه من دون الإعلام ما كنا قدرنا نوصل صوتنا إلى كل اللبنانيين. نعم، رح بنكون لكن أنظرنا موجهة لمدينة الشمس ولقلعة بعلبك
بشكل خاص لمعبد باخوس الأسري، معهد التاريخ والثقافة والفنون اللي راح بشكل هذا الملتقى لهذا الحدث الوطني الجامع وهذا الحفل الموسيقي الجامع. مدام نايلة، كلمتك الأخيرة لللبنانيين اللي عم يسمعونا ولكل يلي بيقلن شي مهرجانات بعلبك. مهرجانات بعلبك صار لسنين عم بتواجه صعوبات. نحن انا عم بقول انه مع وقت يعني واجهنا الصعوبات ايام معركه عرسال، كنا في فتره انتبرنا ننقل سنه المهرجانات على بيروت، بس نحن صامدين لانه نحن بنعتبر انه الثقافه، قطاع الثقافه هو قلب لبنان. وبدون هالقطاع لبنان ما بيقدر يعيش مثل ما عادة عايش. نعرف الصعوبات، نعرف الناس عم بيقولونا، أكيد نعرف إنه الناس جوعانين، إنه الناس عندهم غير مشاكل، بس الموسيقى يمكن بتخلي الواحد إنه يمكن ساعد زمان. ونحن عم نفكر إن شاء الله نقدر نعطي المثل وغيرنا يقدروا يكملوا كمان هالمسيرة، نضلنا عايشين وتيضل عنا أمل بهالبلد. نعم، بتشكرك كتير مدام نايلة دفراج رئيسة مهرجانات بعلبك. شكرا لك وألف تحية لكم على هيدا المجهود المهم يلي رح بتقوموا فيه على أمل أنه يتكلل بالنجاح. شكرا وأهلا وسهلا فيك عبر راديو MBS. شكرا.